تحطم مروحية أوكرانية بالقرب من مبنى سكني وروضة أطفال شرقي العاصمة كييف، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان سقوط طائرة وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ناجما عن عمل عسكري أو عطل فني. وكان موناستيرسكي قد تولى منصب وزير الداخلية في شهر يوليو من عام 2021، ويعتبر أرفع مسؤول أوكراني يلقى حتفه منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وكان رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف أليكسي كوليبا قال إن حريقا اندلع إثر سقوط مروحية في ضاحية بروفاري شرقي العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم، مضيفا أن فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والشرطة أيضا هرعت إلى مكان الحادث وأجلت المصابين والسكان، وأن العاملين في روضة الأطفال كانوا موجودين في المكان لحظة وقوع الحادث. ولم تتضح مشاهدينا على الفور أسباب سقوط المروحية في وقت رجحت مصادر أوكرانية أن يكون الحادث بسبب عطل فني. نتابع إذن مشاهدينا هذه الصور التي تأتينا من بروفاري البعيدة بنحو 25 كيلومتر عن قلب العاصمة الأوكرانية كييف، والتي تظهر آثار تحطم مروحية أوكرانية كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني وعدد من المسؤولين، والذي لقي حتفه نتيجة لهذا التحطم، تحطم طبعا المروحية، والذي تسبب أيضا في إصابة أكثر من 20 آخرين بالقرب من مبنى سكني وروضة الأطفال شرق العاصمة كييف. ولم يعرف مشاهدينا حتى الآن ما إذا كان سقوط الطائرة وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ناجما عن عمل عسكري أو عن عطل فني. طبعا وزير الداخلية الأوكرانية الذي لقي حتفه موناستيرسكي كان قد تولى منصب وزير الداخلية في شهر يوليو من عام 2021، ويعتبر أرفع مسؤول أوكراني يلقى حتفه منذ بدء الحرب الروسية. كان هنالك طبعا تصريح لرئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف أليكسي كوليبا أفاد فيه بأن هذا الحريق الذي تشاهدونه مشاهدين عبر الشاشة اندلع إثر سقوط مروحية في ضاحية بروفاري البعيدة بنحو 25 كيلومتر شرقي العاصمة كييف، اندلع طبعا الصباح هذا اليوم، مضيفا أن فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والشرطة أيضا هرعت إلى مكان الحادث وأجلت المصابين والسكان، وأن العاملين في روضة الأطفال كانوا موجودين في المكان لحظة وقوع الحادث.